السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. على بعد بضع عشرات الامتار قبل ان يبلغ باب منزله في شارع بوزكري بن خلوق في بن ملال، رأى حمادي بوسيف ثلاثة رجال يخرجون من المنزل المجاور. لم يتمكن من رؤية وجوههم، ركبوا سيارة كانت تنتظرهم ثم انطلقوا. حدث ذلك في حدود 11 من ليل 5 من فبراير من العام 2000، كان الوقت متأخرا قياسا بالفصل. يعلم حمادي أن المنزل الملاصق لمنزله تسكنه أرملة الهادي بنوار الذي توفي قبل عامين، امرأة جاوزت 60 وقليلا ما كانت تغادر بيتها. دخل حمادي منزله، ظل مشهد الرجال الثلاثة وهم يغادرون منزل بنوار يشغل باله. كانت زوجته غارقة في النوم. منذ 5 سنوات يعيش حمادي وزوجته وحيدين في منزلهما بعد أن تزوج كل أولادهما الأربعة. في الصباح على مائدة الفطور أفضى حمادي بما رآه حين عاد إلى البيت متأخرا من حفل عقيقة أقامه صديق له. قال لها إنه رأى الرجال الثلاثة يغادرون منزل بنوار ويركبون سيارة كانت تنتظرهم. شاطرته زوجته حيرته، فأرملة بنوار لم تحدثها يوما عن عائلتها، كما أنها لا تذكر أنها رأتها تستقبل ضيوفا. كل لقاءاتها ونشاطها كان يتركز حول تحصيل مداخل كراء منزلين في شارع بغداد. قال حمادي إن الهادي بنوار أخبره ذات مرة بأن له منزلين في شارع بغداد كان يرغب في بيعهما. نهض حمادي يريد الخروج إلى السوق. لما فتح الباب لفت انتباهه وجود تلك السيارة التي رآها تنطلق الليلة الماضية بعدما ركبها الرجال الثلاثة. صحيح أنه لم يسجل أرقامها، ولكنه يذكرها جيدا. وقف بضع ثوان بالباب ثم تحرك. هذه المرة لن ينسى الأرقام التي تحملها اللوحة المعدنية لتلك السيارة. كانت وجهته ساحة المسيرة الخضراء. ولما اقترب من المقبرة التقى صديقا قديما، كان الغالي بن محجوب صديقا مشتركا للهادي والمرحوم بنوار. أمضى الرجل سنوات طويلة في أسلاك الأمن الوطني وقد أحيل على المعاش منذ 10 سنوات تقريبا. رأى حمادي الفرصة مواتية ليتحدث إلى صديقه القديم عن الذي رآه الليلة الماضية وعن السيارة التي شاهدها صباح اليوم قرب بيت بنوار، ولذلك دعاه إلى كأس شاي في مقهى غير بعيد. كان الغالي مترددا، فبادره حمادي بأنه يريد التحدث إليه في أمر هام يشغل باله. اتخذ مكانا لهما في زاوية من المقهى. لما مضى النادل ليحضر لهما الشاي مال حمادي جهة الغالي كمن يريد أن يهمس بشيء. الليلة الماضية حين عدت إلى البيت من حفل عقيقة في حدود 11 رأيت 3 رجال يخرجون من منزل المرحوم الهادي بنوار. كان منظرهم مريبا، لم يسبق لنا أن رأينا أرملة بنوار تستقبل ضيوفا، فما بالك بالرجال؟ ما نعلمه أنها امرأة تجاوزت 60 وقليلا ما تخرج من بيتها. ثم ماذا؟ قال الغالي وقد صار يبدي اهتماما بالموضوع. لما اقتربت من البيت رأيتهم يدخلون سيارة كانت مركونة قرب المنزل. ركبوا الواحدة تلو الآخر ثم انطلقت السيارة. هل انطلقت بسرعة؟ لا، انطلقت بشكل عادي جدا وأخذت وجهة شارع بغداد. لكن الذي زاد من انشغالي أنني وأنا أغادر البيت قبل أن ألتقي بك شاهدت السيارة نفسها متوقفة أمام منزل بنوار، وهذه أرقامها. أخرج من جيبه ورقة وسلمها إلى الغالي. في تلك اللحظة وقف النادل يحمل صينية بها براد شاي وكأسان. انتظر حمادي أن ينصرف النادل، ولما رآه مبطئا
سأله إن كان يريد أن يدفع له مقدما، إذ ذاك فقط انصرف. قال حمادي وهو يكمل حديثه إلى ضابط الشرطة المتقاعد: ما أخشاه أن تكون تلك الأرملة أصيبت بأذى. أطرق الغالي مفكرا، لعل في سجل تجربته الطويلة ما قد يفيد، ثم سأله: هل تستطيع زوجتك أن تطرق بابها؟ نعم، لا أظن أن ذلك مستحيلا، ولعلها تتوفر على رقم هاتفها. إذن فلتكن البداية بمحاولة الاتصال بها. نعم، هذا هو عين الصواب، قالها حمادي وهو يخرج من جيبه هاتفه المحمول، ضغط على زر ثم مضى بالهاتف الأسود إلى أذنه. ألو الحجة، هل رأيت جارتنا زبيدة؟ لديك رقم هاتفها، اطلبيها ثم أبلغيني بالنتيجة. وضع الهاتف على الطاولة. لم ترها هذا الصباح، بعد أقل من 10 دقائق رن هاتف حمادي، كانت المتصلة زوجته. قال لصديقه: إنها هي. ألو الحجة، هل لديك جديد؟ صمت لعدة ثوان ثم قال لها: طيب شكرا، لن أتأخر، ثم أنهى المكالمة. لم ترها وظل هاتفها يرن. الأمر يدعو إلى القلق، قال ضابط الشرطة المتقاعد قبل أن يضيف: يجب أن نطرق الباب، هل تعيش وحيدة في ذلك المنزل؟ نعم. هل تستطيع أن تقوم بهذه المهمة؟ بكل تأكيد، سوف أطرق بابها وسأتصل بك. نعم. نهض الرجلان وغادرا المقهى. بدأت السماء تمطر، كان البرد قارسا. أسرع حمادي إلى السوق، اشترى بعض الفواكه والخضر، ثم عاد إلى منزله، وضع ما كان يحمله في مدخل المنزل وأغلق الباب. ذهب إلى باب منزل بنوار وقرع الجرس مرة ثم مرات، لم يجبه أحد. السيارة التي رآها في الصباح اختفت. اتصل فورا بصديقه الغالي وأبلغه بالأمر. كانت الساعة تقترب من 12. لم يخف حمادي أن قلقه تضاعف الآن. طمأنه صديقه بأن وعده بإجراء بعض الاتصالات. عصر ذلك اليوم توقفت عند باب بنوار سيارة أقلت مفتشي شرطة. في تلك الأثناء وصل الغالي وقرع جرس باب صديقه حمادي. في الجوار لم يتلقى مفتشا الشرطة أي رد، وقد قرع الجرس مرات ومرات. قال حمادي إنه بالإمكان النفاذ إلى المنزل المجاور من سطح بيته. لم يمانع المفتشان، وما هي إلا دقائق حتى كان في سطح المنزل ذي الطابقين. كان الباب مفتوحا، دخل المفتشان ونزل السلالم بحذر. لما وصل الطابق الأول لاح لهما ضوء، لم يكن باب الشقة موصدا، دخلاه بكثير من الحذر. من غرفة بها ضوء خافت كان يأتي أنين. تقدم المفتشان، دخل أحدهما بينما ظل الثاني على أهبة التدخل. لما أنيرت الغرفة على السرير ظهرت امرأة، كانت تبدو وقد بدأت تفقد وعيها، كانت مربوطة إلى السرير، في إبهامها أثر مداد أزرق. اتصل المفتشان بالمفوضية وطلب سيارة إسعاف وخبيرا بفتح الأبواب. نقلت المرأة إلى المستشفى، كانت حالتها سيئة للغاية. بعد عناية استغرقت عدة أيام تمكنت من الحديث إلى المحققين. قالت إن الشخص الذي يكتري أحد المنزلين في زنقة بغداد أرغمها على التوقيع ووضع بصمتها على وثائق بيعه المنزل. حكت كيف قام بربطها إلى الفراش بينما كان شخص آخر لا تعرفه يهددها بسكين. استنتج المحققون أن ربط أرملة بنوار إلى سريرها وحرمانها من الماء والأكل كان بنية التعجيل بوفاتها. الجنات يريدونها أن تبدو وفاة طبيعية. لم يكن صعبا الوصول إلى الرجل الذي يكتري منزل زنقة بغداد، فقد أدلت المرأة باسمه بينما أبلغ حمادي بأرقام السيارة التي كان الثلاثة يتنقلون على متنها. لم يتسنى القبض على ذاك الذي يكتري المنزل الذي تملكه أرملة بنوار في زنقة بغداد. ضربت الشرطة مراقبة على محل سكناه وأيضا على منزل الأرملة في شارع بوزكري بن خلوق.
كان المحققون واثقين من أن المجرم سيعود إلى مكان الجريمة. بعد أسبوع رصد من أوكلت إليه مراقبة منزل أرملة بونوار سيارة من نفس نوع تلك التي أبلغ عنها حمادي بوسيف تتوقف غير بعيد. كان لونها مختلفا وكذلك الأرقام التي تحملها لوحتها المعدنية. نزل منها رجل بدا في الثلاثين، نظر يمينا ويسارا ثم توجه نحو باب منزل بونوار، هم بفتح الباب ثم وكأنه لاحظ وجود من يراقبه عاد مهرولا إلى السيارة التي انطلقت بسرعة. لم تكن قد توارت بعد لما وصلت سيارة الشرطة، لم تكمل توقفها وانطلقت مسرعة في أثر تلك السيارة. لما بلغت السيارة ملتقى شارع بغداد انحرفت يسارا ثم دخلت شارع البارودي، كانت سيارة الشرطة في أثرها. وصلت شارع شوقي ثم توجهت إلى شارع تمكنونت، كانت عجلاتها تحدث أصوات فرملة عند كل منعطف. لما وصلت شارع عمر بن الخطاب صادفت شاحنة تمر من هناك، حاول السائق الفرملة ولكن الوقت لم يسعفه، اصطدمت السيارة بقوة بالشاحنة. لما حضر رجال الوقاية المدنية انتشلوا من حطام تلك السيارة 3 جثث لم ينج منهم أحد.